جدا جدا وحابب اتعلم مجال التدريب وحابب اتكلم مع حضرتك. ده رقمي يعني، هنقول هندي رقمك حاضر للكابتن ربيع، ويعني هيقول لو حد عايز يتعلم كوره. لو حد عايز يتعلم التدريب يعمل ايه يا كابتن؟ معلش هو في طبعا هنرشده ازاي يمشي الخطوات، في دورات مهمه جدا لازم، وفي ثقف نفسه بقى، وايه هذا ممكن يعمل معايشات، حاجات كتيره جدا يا كابتن اسلام. وجيل اتحاد الكوره والله المستعان ان شاء الله. امتى يا كابتن؟ اي وقت حضرتك موجود على طول؟ على طول على طول. أيوة. اذا يعني الاستاذ احمد طارق كابتن ربيع موجود، لو حضرتك عايز تروح له بكره اي وقت ماشي، يبقى كده تمام. محمد سيد بيقول والله يا كابتن انت احسن شخصيه في مصر وانا بحبك قوي، تحياتي ليك والكابتن احمد شوبير المداخله الحلوه، بنشكرك. احمد كمال بجد يا كابتن اسلام الف شكر ليك. الناس يا جماعه النجوم هي اللي بتوافق ان هي تبقى موجوده معانا هنا في قناتها، في قناه ناديها. وبشكر الكابتن ربيع ياسين اللاعب الذي لم ياخذ حقه في مصر. هي ليه الناس واخده يا كابتن دايما بتقول ان حضرتك ما خدتش حقك او اعلاميا حتى؟ هو عشان انا قليل الظهور، قليل الكلام، بس مش اكثر ولا اقل يعني. لكن يعني بسم الله ما شاء الله ده الناس كلها بتحبك الحمد لله يعني. الحمد لله. بحبك يا كوتش منور الدنيا كلها. عاوز اعرف مين اصعب للعب، اصعب لعب لعبته عليه، اصعب لاعب لعبت عليه؟ هشام محمود. طبعا في الزمالك كان في نجوم كثيره جدا، وفي الاسماعيلي كان في تحدي غير عادي ما شاء الله، وفرقه كانت قويه جدا، وكان بقى الفرق الشعبيه موجوده، الاتحاد في اسكندريه مثلا، واخد بالك ده المنيا دي كان الاولمبي، الاولمبي الاولمبي خد بالك ده الاولمبي انا مسجل فيها هدفين، الاولمبي يعني اكتر فرق مسجل فيها اهداف الاولمبي والاتحاد. لا اخرج لينا كمان النجم الكبير كابتن احمد الكاس، يعني طبعاً. واحد من الناس نجم اللي نجم. النجوم الكبيره والكاس الكبير جدا. والكاس كابتن محمد الكاس طبعا طبعا صراحه لعيبه افزاز ولعيبه مؤدبه ولعيبه محترمه دي حقيقه يعني. عبده سيف بيقول امتى اشوفك مدرب للاهلي يا كابتن ربيع؟ ممكن نشوف حضرتك امتى؟ كابتن ربيع ياسين من النماذج المحترمه اللي تفرحك وتحزنك في نفس الوقت، والله العظيم ليه تحزنك ليه يا علاء؟ قول لنا، ابعت لنا قول لنا. محسن كابتن اسلام بيهدي النفوس، سلامي للمجتهد الخلوق ربيع ياسين، انا فعلا بهدي النفوس. محمد بيقول زي الايسر التاريخي الاخلاق العاليه، مدرب الشباب الرائع، الاخلاص والتفاني. الحقيقه يا كابتن يعني جاي لك اسئله كثيره جدا، ولكن بما اننا بنتكلم عن الجمهور، سؤالي للكابتن ربيع ايه حل، ايه الحل في منظومه الناشئين الفاسده؟ هل في بالفعل فساد في منظومه الناشئين؟ في سلبيات، سلبيات سلبيات، ما نقولش فساد يعني، لانه كل الناس محترمه وبتحاول تشتغل، كل ما كان في ايجابيات في سلبيات وطبيعي جدا بيختلف من نادي لنادي حسب الامكانيات يا اسلام. كل نادي وحسب الميزانيه اللي بيوفرها للاعبين، الميزانية لازم تكون كل نادي بامكانياته، ده 10 مليون، ده 8 مليون، ده 6 مليون، ده 5 مليون، ده 4 مليون، حسب الميزانية اللي موجودة. بناء على كده يا كابتن اسلام السلبيات بتبقى كتيرة حسب خد بالك الامكانيات، والايجابيات بتبقى موجودة كله حسب الشغل. أيوة. في شغل فني، في شغل اداري، في خد بالك حاجات كتير، شغل مدربين، شغل اداريين، حاجات كتيرة جدا، في نتائج، في لعيبة، في اختبارات، فهو ده قطاعات الناشئين، كل واحد واجتهاد وحسب بقى الاجتهاد يا كابتن اسلام، الناس لما بتجتهد، الناس لما بتترابط، الناس لما بتشتغل. انا اميل دايما للعمل يعني، اي واحد في مكان لازم يعمل، ربنا بيحب الانسان اللي بيعمل، فكل واحد فهي بتختلف من نادي لنادي لنادي بس. تمام، هنكمل كلامنا وهاخد كل اسئله حضراتكم اللي حضراتكم باعتينها على هاشتاج اسال ربيع ياسين، ولكن نطلع نشوف تقرير